هكذا افتتح كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى بدمشق ملتقى جوقات سوريا لعام 2021 بنسخته الثانية الذي تقيمه الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة جوقات وكورالات من دمشق وكافة المحافظات. أهدافنا من خلال إقامة هذا الملتقى أنه نقدر نعطي معلومات ونعطي روح جديدة، تعرف على مدارس مختلفة بين الجوقات. عملية الاحتكاك هذه اللي بتصير بين الجوقات من خلال ورشات العمل هي بتطور العمل، وبالتالي هالجوقات لما ترجع لمحافظتها رح تقدر تقدم أحسن ورح تقدر تساعد بتطوير المستوى الثقافي بكل محافظة من خلال الحفلات اللي رح يقدموها. هذا الشيء اليوم هدف الملتقى أنه يتحقق، وإن شاء الله رح يكون يعني على قدر يليق باسم دار الأسد للثقافة والفنون، باسم وزارة الثقافة، ومن التنظيم والفائدة، وأيضا المتعالي أنه رح يكون على مدى 4 أيام يوميا هناك 3 جوقات من المشاركين رح تقدم حفلاتها على مسرح دار الأوبرا. ملتقى جوقات سوريا ضم إضافة إلى الأمسيات الكورالية ورشات عمل ومحاضرات مرافقة له بهدف دعم خبرات الجوقات من جهة، وإتاحة الفرصة أمام الحوار الثقافي الذي يجمع بين هذه الجوقات خلال الملتقى. إن شاء الله بتمنى التوفيق لكل الجوقات المشاركة، وأكيد التوفيق لنا. نحن حماسنا منقطع النظير، فينك تقولي للأخير متمنايين هيك نكفي. إن شاء الله تكون فرصة كتير حلوة لنا، أكيد رح تكون فرصة حلوة لنا لحتى يعني نتشارك ونطلع ونشوف ونتعرف على باقي الجوقات بسوريا. برنامج بتضمن 7 أغاني من مختلف الثقافات الأرمنية والعربية والأجنبية، يعني هو عملنا هيك تنوع بسيط مشان تكون ما يكون إلا نمط معين، فعملنا تنويع بسيط بالبروغرام. بدنا نقدم باقة من أغاني حديثة، هي أول مرة نحن بنخوض بأغاني حديثة لملحنين حديثين جداد مثل أستاذ إياد الرماوي، طاهر معملي، خالد رزق إلى آخره. رح نغني كمان بأسلوب كورالي موزع هارموني جديد، يعني يمكن الشباب اللي بيحبوا الأغاني يتفاجأوا بالأسلوب مختلف عن المتعودين عليه يسمعوا فيه. يعني السنة برنامجنا منوع، يعني برنامج حبينا يكون أكثر شعبي للعالم، يعني في الشعب السوري، في الشعب المصري، في سرياني، رح نقدم شيء سرياني كمان بما أنه نحن يعني جوقة كنيسة أم الزنار للسريان أرثوذكس. كمان رح يكون البرنامج هيك منوع، طبعا متعدد الأصوات أغلبيته. مساحة إبداعية جديدة برؤى فنية تقدمها أوبرا دمشق لدعم المشاريع الثقافية الكبيرة منها والصغيرة واحتضانها لكي تكون ملتقى للفن والجمال، ما دام الفن يختصر المسافات ويجمع كافة الثقافات.